بجانب زوجتك طبعا ليها كل الشكر كمان طبعا طبعا. حبيبه 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 عصام عبده معانا على التليفون. مساء الخير يا حبيبه. مساء النور يا انكل، ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب ان شاء الله. السنه الجايه سنه سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. وعلى حضرتك وعلى حضرتك طبعا. بابا بيتكلم على الاجواء في البيت وقد ايه بيكون في تقييم حتى في البيت، يعني هو مش مستني تقييم حتى الناس، لكن اول ما بيروح البيت قولي لي يعني بابا عامل ازاي بعد المباريات، بيروح البيت بتستقبلوه ازاي؟ اذا كان بابا عامل يعني دايما عامل مباريات جيده، الاجواء في البيت بعد من المباراه بيكون عامله ازاي يا حبيبي؟ الاول بيبقى بنطمن عليه طبعا، وبعدين لو في اي فيدباك بنقوله يفيده ويدعمه. لو حسيته مثلا في حته معينه ما كان موفق فيها، لا اقول له بابي لو كنت عملتها كده كان احسن، لو كنت عليك بالحته دي كان احسن، لان هو عمال يعلمنا تون ازاي، وازاي المعلق ما ينفعش يبقى ليه تون واحد، لازم يبقى بيفلكت شويه كده، بيطالع نازل مع المباراه. فلو في اي كومنت بنقوله بس، وبنبقى دايما مبسوطين فيه. لو هو بحسه موفق في ماتش معين بقول له لا كان يعني هو كان كويس. واضح حبيبه كمان يعني تالنت، بتحب يعني الرياضه جدا. كلهم ولادي الحمد لله. حبيبه بتحب الرياضه جدا، هي في علوم سياسيه في الجامعه الامريكيه، وهي عاشقه جدا للرياضه وللكوره، وفي بسمه برضو تحت منها، وفي عبد الرحمن عمر بيلعبوا الحمد لله، دول هيبقوا لعيبه كوره كويسين جدا. طب حلو، ربنا. لكن حبيبه من بيعجبها جدا حته الحياديه، ودايما بتهتم بموضوع ان هي تفلتر معايا موضوع الحياديه. بتاخدي بالك من الحته دي قوي يعني انت وانت بتسمعي بابا كده بتحسي مره، يعني تفتكري مره قلتي له لا الكومنت بتاعي او عندي نقطه معترض عليها انك ملت شويه الناحيه دي، او هي حته انه ما يبقاش بايس، يعني محايد، لازم يبقى فيه بروفيشناليتي. صحيح. لو اللعيب ده لعب كويس لازم يبقى فيه سبورت، لان المعلق بيتسمع مش بيتشاف، فده اصعب. فانت لازم توصل اللي بيسمعه او المستمعين يعني انه لا انت محايد، وانت شغال على حته البروفيشناليتي. بابي احسن حاجه فيه ما بيلعبش، يعني ما بيعلقش لوكلي، في محلي بيحب يوصل للعالمية زي أي لعيب كورة. صحيح. عايز يوصل للعالمية، فهو دايما بيقول لي ما ينفعش أبقى عندي فيجن محدود، لازم أبص لقدام، لازم يبقى عندي طموح، ما يبقاش فيه سقف للطموح. وهو ده سر نجاح طبعا الكابتن عصام، ده سر نجاح كبير جدا، ان هو دايما بيحب يحسن من مستواه ويحب يوصل للافضل طبعا. واللي بيثبت لي ده مثلا بنبقى في حته معينه، لا زملكاوي او اهلاوي او اي نادي بيحبه، يعني بيجي يتصور معاه وبيحبه، يبقى هو كده فعلا وصل ان هو يبقى انسان وحي. ده حقيقي، ده حقيقي. وعايز اكلمك عن اللحظه اللي لسه كابتن عصام بيتكلم عليها، لحظه مباراه مصر وغانا، وقد ايه انت كنت موجوده في الاستاد ولا اتفرجتي في البيت؟ لا انا كنت في البيت، بس هو عيط ساعتها، عيط جامد وبتاع. هو كان رد الفعل في البيت ايه؟ حسيته بايه وانتوا قاعدين بتتفرجوا؟ انا عيطت عليه، لان هو حسيت بشعوره وقد ايه هو حس ان هي حاجه وطنيه اكتر ما هي مصر. احنا دي مصر، فاهمني حضرتك؟ وهو كمان ما بي طبعا. هو كمان في ابو ظبي، فلما بيجي له اي فرصه انه يعلق في حاجه تبع مصر لا بيروح دايما. اكيد كمان الناس اللي عايشه بره مصر بتحس بمصر اكتر شويه، بيبقى عندها بتبقى محتاجه انها يعني بيحط نفسه اكنه موجود وسط البلد. وكان كان كان مباراه كبيره ومباراه عظيمه يعني، بس اكيد طبعا بعد ما شفتيه بيعيط فرحتي طبعا بعد طبعا هدف محمد صلاح والوصول لكاس العالم. طبعا طبعا. لا محمد صلاح بجد انسان محترم جدا وبروفيشنال، وعقليته هي اللي خلته يوصل لكده يا عمك الحين. صحيح صحيح. بس مش بس التالنت، لازم يبقى فيه منتاليتي اللي انا استي وافضل على البوزيشن اللي انا فيه والليفل اللي انا فيه واتطور كمان. اكيد هو أكيد. انا شفته كذا مره بيقرا كتب، لا هي بروفيشنال وهو يستحق صراحه اللي هو المكان اللي هو فيها، لا يستحقها. صحيح صحيح. تحب تقول حاجه لحبيبتك طبعا؟ حبيبه حبيبه انا فخور بيها جدا جدا طبعا، لان على مستوى اولا
الادبي والاخلاقي والديني والوطني طبعا قبل كل ده. بتحب مصر جدا جدا كل ولادي الحمد لله. وانا برغم الغربه الطويله دي جدا يا كابتن هاني انا كنت دايما رابطهم بمصر يعني، ودايما متعلقين بمصر، ودايما يعني انا واولادي الاربعه واهلي وزوجتي وكلنا تحت خدمه بلدنا. بحب بلدنا جدا جدا، والحمد لله دي من الحاجات الكويسه اللي انا زرعتها فيهم طبعا. وهو افضل استثمار في الدنيا هو استثمار في ولادك، في اولادك. حبيبي الحمد لله من البنات الجمال الناجحين جدا جدا، وعندها طموح ان شاء الله تمشي بعيد بقى لمكان اممي، لمكان في السلك الدبلوماسي يعني باذن الله تعالى. ربنا يوفقها ان شاء الله. هي في علوم سياسيه زي ما قلت لحضرتك في الجامعه الامريكيه. ربنا معاها. وربنا يوفقها ان شاء الله هي واخواتها كلهم باذن الله تعالى. حبيبه كل التوفيق ليكي طبعا. تحيه فخوره بيه جدا طبعا. لا هو كمان براود اوف يو يعني اكيد على المستوى اللي انت واصله له، حتى من الحديث معاكي يعني ما شاء الله يعني نكسب دبلوماسيه قريبه ان شاء الله على مستوى عالي جدا. ان شاء الله يا رب. كل سنه وانت طيبه وتحياتي للاسره كلها. شكرا. طيب انا كنت سعيده جدا. ثانك يو، ميرسي قوي. شكرا ليكي على وجودك هنا في البيت الكبير، وتحياتي للاسره الكريمه. شكرا ليكي.